أحسن الله إليكم. أبو سعيد يقول: أريد أن أعرف الشيخ، هل الصلاة مع الجماعة في وقت المطر أفضل أم في البيت أفضل، وجزاكم الله خيرا؟ هذا تابع لحالتك، إذا كان عليك مشقة الذهاب إلى المسجد، عليك مشقة من المطر، تخشى نزلة البرد أو تخشى البلل الثياب، عليك مضرة، الصلاة في البيت أفضل أخذا بالرخصة. إذا كان ليس فيه ضرر، الصلاة في المسجد واجب، صلاة الجماعة واجبة، لأنه ليس لك عذر في تركها. نعم.